الدخول المدرسي على وشك الانطلاقة، أيام قليلة فقط وغنبداو موسم دراسي جديد بكل حيوية ونشاط، وهي مناسبة باش نذكركم بالمواعيد الهامة فيما يخص الالتحاق بالعمل. فغادي يكون يوم الجمعة فاتح شتنبير بالنسبة للأطر وموظفي الإدارة التربوية وهيئة التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وأخيرا الأطر الإدارية المشتركة بالوزارات. أما هيئة التدريس لجميع الأسلاك التعليمية فغادي يلتحقوا يوم السبت جون شتنبير بالنسبة لتلاميذ التعليم الأولي والابتدائي والثانوي بسلكيه وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، فخاصهم يلتحقوا بالمدارس ديالهم يوم 4 شتنبير. أما التلميذات والتلاميذ اللي غادي يدرسوا في المؤسسات المنخرطة بمشروع مؤسسات الريادة فغادي يلتحقوا يوم الأربعاء 6 شتنبير، في حين أن أقسام تربية غير نظامية غادي تنطلق فيها الدراسة يوم الاثنين 2 أكتوبر. نكونوا جميع في المواعيد ونحترموا تواريخ الالتحاق. بداية موسم دراسي موفق للجميع تحت شعار من أجل مدرسة ذات جودة للجميع.